أهلا بكم. طوال السنوات ما بعد تحرير عدن وغيرها من المحافظات ظلت السعودية في الخلفية، في حين كانت الإمارات هي الفاعل الرئيس على الأرض، ولذلك كانت كل الأزمات والاتهامات تلقى على أبو ظبي، في حين اختارت الرياض أن تمثل دور الوسيط بين الإمارات والحكومة الشرعية. يقول البعض إن ذلك السلوك السعودي هو الذي أدى إلى تصعيد الأوضاع هناك إلى هذه الحالة الخطيرة، والذي أوصل الشرعية إلى حد فقدان عاصمتها الثانية وسقوطها بيد ميليشيات موالية لأبو ظبي، وأن تسلم الرياض للمسؤولية في هذه المناطق سيجعلها وجها لوجه أمام تركة ثقيلة تحتاج منها لاستراتيجية جديدة من أجل تحقيق الهدف المعلن لتدخلها، وهو استعادة الشرعية وإسقاط سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء. يترافق تسلم السعودية لقيادة التحالف في عدن والساحل الغربي مع رعايتها لاتفاق سياسي بين السلطة الشرعية وبين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والذي من المفترض أن يعالج أسباب الأزمة بين الطرفين ويعيد الحكومة إلى عاصمتها المؤقتة، إلا أن معوقات عديدة لا تزال تعرقل التوقيع عليه، وهي ذات المعوقات التي ستمثل اختبارا مهما للاستراتيجية السعودية في الجنوب وفي اليمن بعمومه. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور محمد آل زلفة، ومن أمستردام أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك دكتور آل زلفة. إذن غادرت الإمارات عدن، السعودية تسلمت القيادة هناك وأيضا في الساحل الغربي، ما الذي سيتغير؟ أعتقد أنه ما حدث هو تصحيح لبعض الأوضاع من أجل وضع حد لهذه الحرب في اليمن، التي كان الهدف من كل ما حدث هو تأييد ودعم الشرعية في استعادة سلطتها كاملة على الأرض التي احتلها الانقلابي الحوثي. ولكن كما هو واضح طبعا السعودية تقود تحالف، والدعامة الأولى للتحالف كان دولة الإمارات العربية المتحدة ولا زالت، ولكن ربما كان هناك بعض الأخطاء التي لابد أن تعالج بشكل أو بآخر، وأكيد بالتراضي والتوافق بين المملكة كقائدة التحالف وكمهتمة بالدرجة الأولى أكثر من أي دولة أخرى في الشأن اليمني مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة بعض ما كان البعض يعتقد أن هناك ربما أخطاء لابد أن تعالج لكي لا تستمر هذه الحرب أو تنصرف إلى شأن آخر، وهو الصراع في جنوب اليمن بين الميليشيات المختلفة، وجود فئات متطرفة من القاعدة ومن داعش تستغل الظروف، وهذا أمر لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية مستعدة للتغاضي عنه أو الاستمرار في اليمن مع وجود مثل هذه الأخطاء التي لابد أن تعالج. ولذلك وصل اتفاق الرياض إلى ما وصل إليه، وسنرى نتائجه بحول الله تأتي كلها بالشكل الذي نريده، أولا للشعب اليمني ونريده أمنا للمنطقة بشكل عام. طيب أسأل ذات السؤال المشترك لضيف الآخر دكتور عبد الباقي شمسان الذي ينضم لنا عبر سكايب من أمستردام. دكتور عبد الباقي، الإمارات غادرت عدن، السعودية تسلمت القيادة هناك وأيضا في الساحل الغربي، برأيك ما الذي سيتغير؟ لا أعتقد أن الإمارات غادرت اليمن، الإمارات أيضا تنسيق مع المملكة العربية السعودية أحدثت تحول في حقل القوى السياسي والعسكري والتفاوضي، وبالتالي الحديث عن انسحاب الإمارات وعن إحلال قوات السعودية هذا حديث هدفه يعني امتصاص ما جرى من تحولات بفعل التدخل العربي أو التدخل الثنائي السعودي الإماراتي في اليمن. أعتقد أن
الإمارات أحدثت التحول فيما يسمى بعلم الاجتماع في مواقع أو تموضعات القوى السياسية والعسكرية. تم إضعاف السلطة وجعلها لاعب ضعيف وغير قادر على الفعل السياسي. تم إيجاد فاعل غير الدولة في المناطق الشمالية الجنوبية، وبالتالي هذا لديه ميليشيات تساوي تقريبا 100,000 إلى 90,000 من الميليشيات والمرتزقة المواليين للإمارات، وهناك شبكة علاقات وقيادات مرتبطة وشبكة إعلامية، وهناك أيضا فاعل غير الدولة في صنعاء يدير الحياة اليومية للمواطنين بالحديد والنار أو بالتراضي. المهم هناك من يدير يعني شؤون المواطنين تحت الانقلاب في صنعاء. بالتالي هذا الإحلال السعودية هو نوع من ذر الرماد على الشعب اليمني، نوع من إيهام السلطة الشرعية. هم على ماذا يتفاخرون؟ هم لم الهدف الذي جاءوا من أجله إنهاء الانقلاب الحوثي وعطة الشرعية. الآن هم يقومون بإيجاد اتفاقية بين انقلاب آخر مدعوم منهم، انقلاب مدعوم منهم مع السلطة الشرعية المضعفة من قبلهم. وبالتالي الإمارات لم تنسحب، الإمارات تدرك جيدا أنها قد غيرت ما يسمى بتموضعات القوى في حقل الصراع السياسي والعسكري والمذهبي حتى. وبالتالي الحديث عن خروج الإمارات هذا وهم. الإمارات ما زالت تلعب دورا أساسيا فيما يحدث، تلعب دورا باتفاقية جدة، تلعب دورا في بقاء القوات كما هي عليه، وتقدم دعما ماديا ولوجستيكيا وإعلاميا للجماعات الموالية لها. هي أعلنت عن خروجها لتخفيف الضغط عليها الدولي، وحتى لا تذهب إلى مساءلات دولية، وبنفس الوقت حتى لا تتحمل الأفعال القادمة التي هي ستكون يعني مخالفة وتضع السعودية أمام مواقع صعبة، وكذلك تفضح التحالف الثنائي السعودي الإماراتي الذي جاء إلى اليمن لمصالح استراتيجية، وجاء ليحدث انقلابا آخر في الجغرافيا اليمنية، وجاء لتصفية الهوية الوطنية إلى طيب هوية وطنية. طيب أبقني هذه الفكرة دكتور عبد الباقي فيما يتعلق ببقاء الإمارات، وأن هناك يعني إلقاء بالثقل على أو إلقاء بالتركة على السعودية فيما يتعلق بما سيحدث في قادم الأيام. أبقي هذه الفكرة، دعني أعود إلى الدكتور الزلفة. دكتور الزلفة، يعني الإمارات الآن تعلن خروجها، السودان تعلن عودة 10,000 جندي من جنودها الذين كانوا في اليمن. هل هذا يعني الآن أن السعودية باتت وحيدة في اليمن، ويفترض ألا نتحدث عن تحالف بعد الآن في إطار التصحيح الذي تحدثت عنه قبل قليل؟ كيفما كان الأمر، أنا أتصور أن كل ما حدث هو بالتنسيق مع الأطراف الأخرى في التحالف. المملكة هي صح قاعدة التحالف، ولكنها المعنية في الدرجة الأولى بما يحدث في اليمن، لأن ما يحدث في اليمن هو شأن يهم السعودية بشكل مطلق ومعروف، وما تحرص والمملكة العربية السعودية أحرص من أي دولة على ما يهم الشعب اليمني وما فيه مصلحة للشعب اليمني بكله، ليس تحيزا لطرف بطرف، إنما نريد كل الأطراف مع القيادة الشرعية للتخلص من المتمرد على الشرعية والذي أدخل اليمن في هذه الدوامة، والذي استخدم كوسيلة ضغط على المملكة العربية السعودية لمصلحة طرف آخر إقليمي وهي إيران، دون ما أي مراعاة من إيران ولا من الحوثي لمصلحة الإنسان اليمني سواء في شماله أو في جنوبه أو في غربه أو في شرقه. المملكة العربية السعودية وهي تقوم بهذا الواجب تنظر إلى أن هذه مسؤوليتها في الدرجة الأولى، والشرفاء في اليمن سيجدوا أنفسهم مع من يحرص على مصلحتهم وهي المملكة العربية السعودية. طيب، يعني في السياق دكتور، يعني في السنوات الأربع الماضية كما يبدو من حديثك فيما يتعلق بأن هناك حاجة للتصحيح، يبدو أن السعودية كانت في الخلفية على الأقل، وسمحت للإمارات بأن تقوم بكل ما حدث. هل
الآن وقد أصبحت الشرعية يعني مهددة بالزوال إن صح التعبير. هناك من يقول أن السعودية بالفعل هذا ما كانت تريده، وليس كما تقول أنت أنها الآن تريد تصحيح الأوضاع. أنت ما رأيك بهذا السياق؟ الهدف في الدرجة الأولى منذ بداية الأزمة اليمنية ومنذ إعلان عاصفة الحزم هو الوقوف مع الشرعية ضد فئات متمردة، وفئات متمردة ليس لها أرضية في اليمن إلا أنها تنفذ أجندة لدولة إقليمية تريد الإضرار بالمنطقة ككل. ولذلك المملكة العربية السعودية نعم كان ضمن تحالف، ولكن إذا 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 كان هناك انحراف في المسار، وخاصة ظهور المجلس الانتقالي في جنوب اليمن والذي كان يعمل من أجل تثبيت قواعده في تلك المنطقة، وربما وجد من يساعده، وربما فتح المجال للمتدخلين في هذه المنطقة، التدخل القطري، التدخل التركي، التدخلات الأخرى، وهذا أمر ترفضه السعودية مطلقا، لأنها لا تريد أي تدخل من أي دولة كانت في الشأن اليمني، لأن الشأن اليمني شأن اليمني ويهم المملكة العربية السعودية كما يهم الشعب اليمني. طيب أنقل هذا الكلام إليك دكتور عبد الباقي شمسان، وأعود إلى الفكرة التي تحدثت عنها قبل قليل. يعني هناك من يقول يعني في نهاية المطاف أبو ظبي عملت كما يبدو على إنتاج الكثير من الأزمات في وجه السلطة الشرعية، والآن وقد رحلت على الأقل اسميا، أنت لست مقتنع يعني بأنها رحلت، على الأقل هناك قوات الآن محلية تتبعها وتتلقى تموين منها. هل هذا يعني أن السعودية ستتحمل هذا الإرث الذي تركته الإمارات هناك؟ سأرد عليك وأرد على ضيفك وعلى المغالطات التي حاول أن يضعها التدخلات التركية والقطرية. الأمور واضحة، هناك استراتيجية إماراتية بموافقة سعودية هي التي تلعب بالسيادة الوطنية والتدخلات بسيادتنا من قبل السعودية والإمارات. وأنا صرحت في أكثر مما كان وقلت أن استدعاء التحالف الثنائي الإماراتي والسعودي أكثر كلفة وطنية من عدم استدعائه. العنصر الآخر المتعلق بسؤالك عن التركة والسعودية، السعودية شريك، وبالتالي ما قامت به الإمارات هي مرحلة تكتيكية داخل استراتيجية السعودية، أو يعني سلمت المهام للإمارات، تحدث تحولات، توجد فاعل غير الدولة، توجد شبكة علاقات، توجد شبكة من المرتزقة وأحزمة، وهي تشاهد. كانت تقصف الطائرات الإماراتية الحرس الجمهوري وتعيد موضوعة مرتزقة الإمارات وهي تشاهد. يتم استهداف المعاشيق وهي تشاهد. يتم تهديد السلطة وتضغط عليها بالبقاء في السعودية بموافقتها. عندما قامت بإعادة موضوع الحقل السياسي وإيجاد واقع جديد داخل الجغرافية وداخل البنية السياسية والمجتمعية، السعودية استلمت المهمة الأخرى في واقع جديد. لم نعد نحن نتحدث الآن عن الانقلاب الحوثي، بل علينا أن نتحدث عن استيعاب المجلس الإماراتي ومرتزقته، علينا أن نضع اتفاقية جديدة وبمرجعيات جديدة. لسه نحن حتى الآن في فخ المبادرة الخليجية التي جددت شرعية صالح ومهدت لإنقلاب سبتمبر مع الحوثيين وهم كانوا على اتصال، ندخل في مبادرة سعودية بمشاركة إماراتية غير معلنة لندخل في يعني حقل سياسي وعسكري ومذهبي جديد. السعودية أخذت مهدت لها الإمارات. ما تريده السعودية هو أن يكون هنالك فاعل غير الدولة في المناطق الجنوبية، سلطة ضعيفة، غياب الأحزاب السياسية. الحوثيين حاولوا أن يبحثوا عن حوار ثنائي معهم لأن لديهم خبرة تاريخية مع التعامل مع الملكيين ومع رموز القبائل، وأعتقد أن هذه الخبرة ضعيفة
لأن هناك تحولات في مرجعيات هذه الجماعات، في دربتها السياسية، في ولائها الإقليمي، في تبعيتها العقائدية، وبالتالي يتوهمون المملكة العربية السعودية أنهم قادرون على إيجاد لجنة خاصة بآليات جديدة للتحكم باليمن شمالا وجنوبا. أعتقد أننا ندفع الثمن. لا نستطيع أن نقول السعودية لو كانت جادة لا تقوم بإحلال جيش سعودي أو قوات سعودية بديلا عن المرتزقة الإمارات. كان الأحرى بها أن تعيد قوات الجيش الوطني إلى المؤسسات وإنهاء الانقلاب وإعطاء للسلطة، وليس هي التي تعطي الضوء الأخضر لانطلاق القوات اليمنية، بل تعيد السلطة إلى المشهد وتعطي الأوامر السلطة الشرعية لجيشنا في تخوم صنعاء للتحرك. هذا الحديث عن اتفاقية جدة وعن انتصار ويتغنون، اتفاقية جدة على ماذا؟ أنتم جيتم لإنهاء انقلاب في صنعاء الآن. لكن يقول لك الدكتور الزلفة، يعني هو يقول لك الدكتور عبد الباقي، هو يقول الآن هذه الخطوة السعودية هي تأتي في سياق تصحيح الأوضاع. السعودية رأت من خلال تقييمها لما حدث، أو على الأقل هذا ما يفهم من كلام الدكتور، أن هناك حاجة للتصحيح، أن هناك حاجة لإعادة المسار إلى ما كان معلن فيما يتعلق بإعادة الشرعية ودحر الانقلاب. لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بإصلاح الوضع، في تثبيت الوضع. هناك فرق بين إصلاح الوضع وتثبيت الوضع. هناك تم تشكيل الحقل السياسي والعقائدي والعسكري من قبل الإمارات بصمت مدرك، صمت مدرك سعودي، صمت شريك سعودي. ثم بعد أن تم يعني إعادة تعديل الحقل السياسي والعسكري، جاءت السعودية لتثبيت هذا الوضع، للتحكم بهذه القوى وشرعنة الانقلاب. اتفاق جدة شرعنة الانقلاب، الإمارات دعمت وقدمت السلاح والسعودية تمنحه الصك الشرعي كما جددت لصالح شرعيته في 2011. بالتالي هذه المغالطات وهذا التغني بالسعودية، نحن أقولها وسأكررها، المملكة العربية السعودية والإمارات دعوتهم لليمن كانت كارثة على شعبنا اليمني، وبالتالي هذه علينا أن نتكاشف، وأن لا يمكن لنا أن نصلح الشام اليمني وما زلنا نتحدث عن أشقاء ونتحدث عن تحالف ثنائي وعن أن السعودية لها تركة. السعودية شريك كامل. وضحت هذه النقطة دكتور، وضحت هذه النقطة. دعيني أعود إلى الدكتور الزلفة. فيما يتعلق دكتور، يعني هناك الكثير من الآراء التي طرحها الدكتور عبد الباقي شمسان وأريد أن ترد عليها، لكن في السابق كانت كل المشاكل تلقى على الإمارات، ربما كانت السعودية يعني سعيدة بذلك إن صح التعبير. الآن ربما هي أصبحت المسؤولة الوحيدة ولديها الكثير من المشاكل الكبيرة، ما هي الأولويات الآن؟ الأولوية لا تتغير، وهو دعم الشرعية وإعادة الأوضاع في اليمن إلى ما يجب أن تكون عليه بعد القضاء على الانقلابيين. والانقلابيين لو أرادوا أن يكونوا حزبا سياسيا من الأحزاب اليمنية المعروفة، ولا يكون عميلا لإيران، ولا يكون مستحوذا على القوات وعلى ومحتل المدن مثل ما هدد عن احتلال صنعاء وهدد عدن واحتلها لولا أن التحالف أجلاه منها. ولذلك السعودية حريصة مثل ما ثبت أن تحدث على سلامة اليمن وعلى عدم السماح لأي قوة كانت من أي مكان، لو حتى من المريخ، يتدخل في اليمن. هذا أمر مرفوض. تاريخ المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني من عام 62، عبد الناصر حشد 70,000 شندي في اليمن، خرج مهزوما بسبب مساندة السعودية لليمن للخروج من مشكلته التي أقحم فيها إقليميا. ولذلك حلت المشكلة اليمنية حينما وقفت السعودية مع الشعب اليمني ومشت الأمور كما تعرفون.
والسعودية ضحت بكل شيء في 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 سبيل إعادة بناء اليمن وبناء التحتية في كل شيء، ولكن كان هناك من يحاول أن يزايد على السعودية ويتدخلون من خارج الإقليم، بدءا من البعثيين في سوريا والبعثيين في العراق ومعمر القذافي من جهة وكل من جهة، ولكن السعودية تقف مع الشرعية اليمنية، وفقد وقفت مع علي عبد الله صالح بقوة لأنه استطاع أن يثبت للناس كلهم أنه قادر على توطيد الأمن في اليمن. الذي حصل هو بكل أسف تدخلات إقليمية، مشاكل مختلفة. السعودية الآن مثل ما قلت سابقا هي تصحح الأوضاع في سبيل مساندة الشعب اليمني بكل طوائفه وبكل فئاته وبكل جهاته من أجل التخلص من الإنقلابيين أولا، وذلك بمساندة الشرعية، ومن ثم العودة اليمنيين في الأخير إلى الحوار اليمني فيما بينهم. هل الشمال يريد أن يكون شمالا والجنوب يريد أن يكون جنوبا، وهل عند الغرب تطلع إلى شيء آخر؟ فهذا شأن يمني لا 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 يتدخل في شأنه أحد إطلاقا. لكن دكتور، يعني دكتور، يعني في سياق الحديث على أن السعودية الآن تريد تصحيح المسار، هذا يقترح أو هذا يفترض أن بالفعل هناك كانت ندية فيما يتعلق بداخل القرار اليمني، بداخل الشأن اليمني ما بين الإمارات والحكومة الشرعية. يعني أيضا أن تتحدث على أن السعودية غير قابلة على أي تدخل خارجي في القرار اليمني، لكن هل هي تقبل بأن تتدخل الإمارات بالقرار اليمني؟ حينما قلت السعودية أدركت تماما أن هناك ضرورة لإصلاح بعض الأخطاء، وأعتقد أن ما حدث في اتفاق الرياض هو محاولة لإصلاح تلك الأخطاء. يعني الإمارات تدخلت بالقرار اليمني؟ نعم، الإمارات تدخلت بالقرار اليمني؟ الإمارات الآن تقول أنها سحبت كما قالت وأنها أدت ما أدت. أنا أتحدث سابقا بطبيعة الحال. الباقي يقول لم يخرجوا، ولكن كيفما كان الأمر الآن الأمر واضح تماما، حتى المجلس الانتقالي واضح تماما أنه يريد يعني التصالح بطريقة أو بأخرى لحتى ما التخلص من المشاكل التي فرضت على اليمن من الحوثيين ومن المتدخلين الآخرين، سواء ليس فقط إيران هي رأس الفتنة، ولكن أيضا تدخلت عناصر أخرى، يعني حزب الإصلاح معهم قطر، الإمارات كان كأنها في صراع مع قطر في هذه القضية، البصاليين في اليمن في جنوب اليمن لا هم لهم إلا الانفصال حتى لو يستعينوا بكل شقاق الآفاق، وهذه مشكلة لا أحد يراها. ولذلك المسار سيكون في اتجاه التصحيح الذي تريده المملكة العربية السعودية للشعب اليمني. دكتور عبد الباقي شمسان، يعني تستمرون في الحديث على ضرورة أن تغير الرياض استراتيجيتها في اليمن، أنت تقول حتى أن يعني ليت أن هذا التحالف أو استدعاء التحالف أكبر تكلفة من عدم استدعائه الآن، لكن ما الذي يمكن للرياض أن تقوم فيه في نهاية المطاف أكثر مما تفعل الآن؟ في نهاية المطاف اليمنيون يتحدثون عن سوء إدارة الحكومة الشرعية ليس غيرهم، والمملكة العربية السعودية تحارب الحوثيين في نهاية المطاف، الحوثيون يهددون الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وأيضا هي تحاول عقد اتفاق بين الحكومة الشرعية وهذه الجماعات التي توالي الإمارات، ما الذي تطلبون أكثر من ذلك؟ ما الذي يمكن لها أن تقدمه أكثر من ذلك وأن ترضوا عنه؟ أولا المطلوب منها أن تغادر جغرافيتنا الوطنية. هذا الكلام لا يقول عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، بل هو يرحب بجهود الرياض فيما يتعلق باتفاق جدة على سبيل المثال. الرجل ربما يكون أسيرا وتحت الضغوط السعودية، وقد تم إضعافه وحكومته تدريجيا، لدينا وزراء يتحدثون ويعلمون الكثير، ولكن هناك تم ما يسمى بخفض منسوب المقدور الفعل السياسي التدريجي على السلطة الشرعية، ونحمله هذه المسؤولية التاريخية. ضيفك يتحدث أن السعودية لن تسمح بالتدخل، ليس من حق السعودية ألا تسمح، لكن
الذي لا يمكن أن نسمح، والشعب اليمني والسلطة الشرعية وأهل البلاد السعودية السلطة استدعتها وفقا لمواثيق الأمم المتحدة لتدخل إنهاء الانقلاب، وهي استدعت الإمارات، والإمارات فعلت ما فعلت. الحديث عن إقحام قطر وإقحام تركيا، أنا لست مع قطر ولست مع تركيا، ولكن الحديث أن هناك تدخلات وصراع، هم الذين دعموا الحوثيين وقدموا لهم الدعم للوصول إلى عمران وقدمت لهم الدعم، وهم الذين دعموا المجلس الانتقالي بموافقة سعودية. لا يمكن لنا الحديث أن الإمارات التي استدعت السعودية كانت تفعل ذلك بمفردها ودون علم السعودية، أو أن السعودية تغض الطرف. السعودية لديها مصالح استراتيجية، بقى لمن ضعيف. وأقول لضيفك أن كل مصائب الشعب اليمني منذ ما قبل حتى الستينيات مرتبط بالمملكة العربية السعودية. نحن حاولنا نتصالح مع محاولة يمكن أن تكون للسعودية مخاوف في أمنها القومي، وبالتالي منحناها نوايا إيجابية أنها يمكن أن تلعب دورا في نهاية الانقلاب، بحكم أن ذلك له خطر على أمنها القومي. وإذا بها توجد يعني تضعف الشعب اليمني وتعزز قوة الحوثيين وتقوم بحوارات مستقلة معهم وتدعم انقلابا في الجنوب وتضعف سلطتنا الشرعية وتوقف جيشنا الوطني، ما الذي قدمته السعودية لمن غير الخراب؟ وبالتالي أنا أقول وأكررها، المغالطات أن السعودية تسمح، السعودية ليست يعني صاحبة الحق الأصيل في التقرير، هي مجرد شريك، والفاعل الوحيد هي السلطة هذه التي التاريخ سيحاكمها، والشعب اليمني إن استعاد دولته سيحاكمها، لأنها سلمت وتنازلت عن سيادتها لصالح دولة أجنبية. هذه الدولة الآن تحاول أن تفرض السلم والحرب، تحاول أن تشرع، يقول لك إصلاح. إصلاح ماذا؟ إصلاح دعموا الملكيين منذ الستينيات، دعموا كل خراب اليمن من هذه الدولة، وبالتالي 2011 ما الذي قدموا لنا غير تجديد شرعية صالح؟ وقاموا قد كان شارع يعني صالح ربما كان انتهى مشروعه، قاموا بتجديد شرعيته ومنحوا نص السلطة ونصف، وهو يدير عمليا الواقع العسكري، واليوم منحوا الشرعية للانقلاب الآخر، وتركوا يعني منحوا شرعية كاملة بمرجعية إقليمية بالجنوب، وإذن هذا الانقلاب أصبح شرعيا بعد ما كان واقع يعني بفرض أمر الواقع أصبح واقعيا ومعترف به. ثم الحوثيين بحكم طول الفترة وبحكم إدارتهم للحياة اليمنية أصبحوا أيضا سلطة واقعية تمتلك ما تبقى من تراث الدولة السابقة. بالتالي ما الذي قدموه؟ الشعب اليمني تعز محاصرة وتعاني من جوع، الشعب اليمني مشرد في كل بقاع الأرض. طيب نعاني، وقد كانت يعني وقد كانت الإمارات موجودة فيما يتعلق بأنها الواجهة كما يقول كثيرون، بأنها هي من يلقى عليه اللوم في كل لحظة عندما تحدث مشكلة بداخل اليمن. الآن بهذا الإعلان عن الانسحاب وبفرض استمرار هذه المشاكل القائمة والوضع الذي تتحدث عن وعدم قيام الرياض مستقبلا، يعني في سياق الحديث الذي تقوله عدم قيام الرياض بأي جهد حقيقي لتغيير استراتيجية عملها بداخل اليمن، هل سنرى صداما بين الشرعية اليمنية والرياض على النحو الذي كان قائما بين الشرعية والإمارات برأيك؟ لا أعتقد أن سيحدث مثل هذا الأمر، طالما أن البنية المجتمعية اليمنية والبنية السياسية والحقول السياسية والمدنية لم تنتج قوى فاعلة تقوم بتعديل هذه العلاقة الغير متزنة. إذا وجدت قوات ونخب، لأنه هي ماذا فعلت؟ قامت بشراء النخب، بتسليم مرتبات، بإخراجهم من الخارج، بحصارهم بالرياض، بربط مرتبات الجيش اليمني بالميزانية السعودية، بتجفيف موارد الشعب، يعني حتى تخلق نخبة تابعة ماديا، لأنه أنت عندما تهاجر الخارج ترتبط بدورة حياة، مدارس، أولاد، مصاريف، وبالتالي يقوم بتمويلك لفترة محددة ثم تصبح حياتك رهينة. لذلك إذا أردنا تغيير هذه المعادلة نحن بحاجة إلى قوى وطنية في الداخل تطالب بخروج المملكة العربية السعودية والإمارات، وتحاول أن تضع أجندة وبرنامج لاستعادة الجمهورية اليمنية ولحل المسألة اليمنية بما يحافظ على النظام الجمهوري وما يلغي مشروع التفويض الإلهي
يعني هذه المغالطات، والسعودية الآن تفرض السلام وتفرض الحرب، ولدينا رئيس دولة ورئيس حكومة يعني يكاد يكون تحت الأسر، أحدهما سكرتير للسفير السعودي، ورئيس دولة لا يخجل من ذاته ويهين كرامة الشعب اليمني وسيادته ببقائه في فنادق الرياض، ومكتب حول الرئيس ونخبة حول الرئيس من الفسدة ومن المتعايشين على حساب الشعب اليمني، ألا يخجلون من بقائهم في فنادق الرياض 5 سنوات؟ لماذا؟ طيب يعني ليس موضوعنا اليوم الشرعية اليمنية، في سياق الوضع، يعني في سياق رؤية السعودية القادمة، أسألك دكتور آل زلفة، يعني أنت اعترفت فيما يعني يتضمنه كلامك بأن الرياض فشلت خلال السنوات الماضية عندما تقول أن هناك الآن حاجة لتصحيح الوضع. ما هي أولويات الرياض الآن فيما يتعلق، أو ما هي خطة الرياض الآن فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع وإعادة المسار إلى الأهداف التي أعلنها التحالف في يعني عند تدخله بعاصفة الحزم؟ لا أعتقد أن المملكة فشلت في مشروع في ما قامت به من مساندة الشرعية ممثلة للأغلبية الساحقة من الشعب اليمني، بل بالعكس، يعني لو لم تتدخل المملكة العربية السعودية تقوم بمسؤولياتها لربما اليمن في أسوأ حالاته. إنما يعني الأخ عبد الباقي يتحدث بطريقة وكأن لديه حل للمشكلة اليمنية. أتمنى أنه كمثقف يمني أو سياسي يمني، ما أدري، أن يقول لنا بالضبط ما هو الحل. اليمن متشرذم، القبائل مسيطرة على مناطقها، الجنوب يريد أن ينفصل، الشمال يريد أن يسيطر بمذهبه وبعقيدته مواليا لإيران، الغرب في تعز وإلى آخره، مغلوبين على أمرهم، ضاع اليمن في منتهى التعاسة. لو لم تكن المملكة العربية السعودية، من حظ اليمن أن تكون المملكة العربية السعودية جارته الكبرى التي تحتضن الآن على أرضها أكثر من 4. طيب ما هي خطتها الآن السعودية؟ ما هي خطتها الآن بعد هذا التواجد الأكثر على الأرض؟ لو مشكلة اليمن في بين العراق وسوريا ولا في منطقة بلاد الشام، إن كان الشعب اليمني الآن مفرد في كل أنحاء الأرض، ولكنه لم يفرد، إنما جاء إلى أهله وإلى أخوانه وأشقائه في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم اليمن. يعني لو اجتمع العالم كله لا يواجهون ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أجل مصلحة الشعب اليمني. إذا كان هناك للأسف عدم اتفاق فيما بين اليمنيين في كثير من القضايا، وربما الأخ عبد الباقي واحد منهم يتحدث ولكنه لا يطرح حلا، إذا ما يعني يشكك في الشرعية، يشكك في الوجود يعني الدول السعودية، يشكك في الإماراتيين، يشكك في الشماليين، يشكك في الجنوبيين يبغون ينفصلون. إذا ما هو الحل؟ ماذا يريدون؟ أنا أقول الشرعية هي الحل، مساندتها حتى ما نتخلص من المشكلة الكبرى في اليمن، ومن ثم نريد اليمنيين الأخ عبد الباقي من أمستردام ولا من أي مكان آخر، ومع أخوانه في القاهرة ولا في دبي ولا في أبو ظبي ولا في أي مكان، يأتون ويحلون مشكلتهم، والسعودية ستقف إلى جانبهم. دكتور عبد الباقي، سمعت دكتور آل زلفة، اليمنيون الآن في حالة تشرذم، ويبدو أن لديك حلا، ما هو الحل برأيك؟ اليمنيين في حالة تشرذم بفعل السياسات السعودية وحليفتها الإمارات في اليمن منذ التدخل من 2011، ومن ثم بعد تدخل أثر الانقلاب، هذا إضعاف السلطة الشرعية، حد الاختفاء، تدويع الشعب اليمني، بقاء تعز محاصرة، دعم الانقلاب، إيجاد ميليشيات. من قدم كل هذا التشرذم؟ نحن الآن منتشرون في بقاع الأرض بفعل من؟ لكن عندما يعني تحمل المسؤولية على الجميع، يفترض كما يعني كما يبدو من كلام الدكتور الزلفة أن لديك حلا ما يعني في هذا السياق. الحل الأول على المملكة العربية السعودية مغادرة أرضنا وترك الشعب اليمني وقرر مصيره. طبعا هم الآن يقول لك يجدون لنا حل، بعد هم أوجدوا دعم وتين حتى أصبحوا قوة
واقعية أو فعل أو جماعة فعل فاعل غير الدولة واقعية، وفي الجنوب أوجدوا ميليشيات ثم أضعفوا الشعب، يقول أوجد حل. أنت الذي شضيت هذا. الآن الحل واضح وصريح، عودة السلطة الشرعية إلى الداخل اليمني، وإعمال الجيش الوطني، وخروج الجيش السعودي والقوات السعودية من الداخل، وترك السلطة الشرعية تصدر بيان بإنهاء أعمال الإمارات. وليس الإمارات من يعلن إنها انفت، السلطة الشرعية هذه عليها أن تعلن إنهاء أعمال الإمارات وإعادة العلاقة مع السعودية. هذا أول خطوات الحل، إعادة علاقتنا مع السعودية على أسس جديدة، وبالتالي علاقة ندية، وبالتالي الإمارات تعلن السلطة الشرعية عن إنهاء مهامها في اليمن بشكل واضح، وبالتالي عودة سلطتنا إلى الداخل وليس القوات السعودية. هذا الحل الذي يقدمونه، أنهم ما زالوا يتحكموا بمصير الشعب اليمني، ما زالوا يتحكمون يعني بأي حق. يعني المنطق والواضح أن أنت أنهيت انقلاب، تعيد السلطة الشرعية إلى الداخل، تعود الجيش اليمني إلى المؤسسة، وليس القوات السعودية، ليس هم أصحاب الجغرافيا ولا أهل البلد. هناك جيش وطني وهناك سلطة شرعية، هذه الحديث يوجدنا سلطة، نحن مشردون في بقاع الأرض بفعل هذا التدخل الثنائي الذي وقفنا معه في البداية الأولى، يعني اعتقادا منا أن السعودية لديها مخاوف أمن قومية، وأنها تواجه إيران. الذي يواجه إيران لم يستطيع يعني إضعاف أو حتى اجتثاث ميليشيات تنتمي للعصور الغابرة. الآن المناهج الدراسية في اليمن غيرت الذاكرة الوطنية، الفاعل غير الدولة أصبح كثير، هناك تعدد الهويات الوطنية. بالتالي حتى السعودية، هل هذه الشريك تفرض على طيب على ما هي خيارات الرياض الآن دكتور في اليمن؟ خياراتها الآن هي ستكون اللاعب تريد أن تطبق بقية الاستراتيجية الثنائية الإماراتية، بأن الإمارات غيرت الحقل السياسي والعسكري والمذهبي، وبالتالي السلطة أصبحت الطرف الضعيف. في المستقبل ستكون من مهام هذه السلطة لهباء مجموعة شخصيات، ستسلم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية في المستقبل تحت ضغوط دولية. وهناك تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريكي قبل فترة، وهناك الإمارات ما زالت تلعب بالملف من خلال علاقتها الدولية ومن خلال التنسيق مع الأمريكان تحت مخاوف الإرهاب وتحت سلطة شرعية ضعيفة. واليوم يقول التقرير الأمريكي الصادر بأن هذه السلطة لم تستطيع تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب. وأنا أقول أن مدخل الإمارات لليمن ملف الإرهاب، وتحدثنا عن الفراغات الذي أحدث فراغات والذي أضعف السلطة والذي كان يقوم باغتيال القيادات اليمنية وتتقدم باتجاه استعادة الجغرافيا، كانت الجماعات المدعومة من إيران وجماعات التصفية السياسية. وبالتالي الحل واضح وجديد ومعروف، تعود سلطتنا الشرعية إلى الداخل، الجيش اليمني يسيطر على مؤسساته ويستعد لإنهاء الانقلاب. لا يوجد حل آخر من السعودية. إذا أرادت السعودية أيضا أن تحمي أمنها القومي وأن توقف مشروع حزب الله أو أنصار الله في الجغرافيا السعودية في المستقبل القريب، لن تدخل أمريكا معهم في حرب ولن يربحوا، لأنهم فشلوا في العراق وجعلوا العراق مجالا إيرانيا، فشلوا في سوريا وأدخلوا الروس وكل الدول إلى سوريا ودمروا شعبنا في سوريا، فشلوا في ليبيا، والآن في اليمن أصبحت يعني مجالا جغرافيا لإيران، وسيفشلون السعوديين أينما كانوا لأنهم ليس لديهم استراتيجية ولا يستطيعون التمييز بين التكتيك والاستراتيجية. وإن علاقتنا معهم التاريخية وأسباب كوارث الشعب اليمني سببها المملكة العربية السعودية منذ قيام الثورة اليمنية وما قبلها وحتى اليوم، وبالتالي على السعودية أن تعيد حسابة الشعب اليمني. لن دكتور الزلفة، يعني الآن يتوقف الجيش اليمني، هناك خلل في الاتصال مع الدكتور عبد الباقي شمسان، سنحاول إصلاح هذا الخلل. دكتور الزلفة، يتوقف الجيش اليمني يعني الآن على تخوم صنعاء منذ نحو 3 سنوات بما يبدو أنه أمر من الرياض كما يقول كثيرون وتسرب وسائل إعلام ذلك، فيما يبدو أن الحوثي غير قادر على فك ارتباطه بطهران، الوضع في الجنوب لا يبدو أنه جيد ولا يبدو أنه يتحسن إلى حد الآن على الأقل. السعودية في هذه الحالة هي الخاسر الأكبر كما يبدو، هل ستتغير الأوضاع مستقبلا؟
تصور اتفاق الرياض هو جاء لكي يعني تصحح الاوضاع كما قلت سابقا. الاخ عبد الباقي يقول الحل في عوده الشرعيه، حكومه الشرعيه الى اليمن الى عدن. الان هذا جزء من الحل الذي لابد فعلا الحكومه الشرعيه ان تعود الى عدن، ولكن حينما تكون عدن امنه من اولئك الذين دخلوا على الساحه باشكال مختلفه، سواء فئات متطرفة، فئات لها طموحات محلية في مناطق معينة باسم انه والله مناطق حررناها اذا نبغى نستولي عليها، لكن المناطق اللي قريبة منا ما يهمنا امرها، ما يهمنا امرها، لهم اطماع محلية محدودة. الان المملكة العربية السعودية تاخذ زمام الامور بدعم الشرعية بتمهيد عودتها الى عدن بمشاركه طبعا بوجود سعودي بديلا عن الامارات، وبمشاركه قويه من الجيش اليمني الذي يجب ان يكون هو العامل الفاعل في تحرير اليمن من الانقلابيين ومن التدخل الاجنبي، خاصه التدخل الايراني، ومعه ايضا تدخلات اخرى، سواء التدخل القطري، تدخل التركي، تدخلات فئات مختلفه ومذاهب مختلفه. هذا امر لا اعتقد انه سيستمر، واعتقد الان الامور تمشي في المسار الذي يجب ان يكون. ربما الاخ عبد الباقي عنده تحسس من قضيه انه والله الجنوبيين يريدوا ان يكون لهم شان وكيان، هذا يقرره الشعب اليمني في حواره اليمني، اليمن اليمني، مثل ما كان الحوار من مخرجات الحوار اليمني، كانوا يعني مدركين تماما ان هناك مشاكل يمنيه جهويه واقليميه ومذهبيه والى اخره، ولكن هذا شان يمني. انما واجب السعوديه الان الوقوف مع الشعب اليمني حتى يتحرر من الوجود الايراني ومن وجود الحوثيين الذين يعني اذاقوا اليمنيين انواع العذاب والتشريد والتجويع والتخويف، وليس لديهم اي مشروع مستقبلي لليمن الا التدمير والتخويف. هنا المملكه العربيه السعوديه تقف مع الشرعيه لإعادة الأوضاع إلى 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 اليمن إلى نصابها، ومن ثم تترك المجال لعبد الباقي وزملائه من الأطراف المختلفة ليتحاوروا كيمنيين لحل مشكلتهم. أعود إليك دكتور عبد الباقي شمسان، تقولون أن استراتيجية السعودية تعاني من الخلل، أن ما يجري يشكل خطرا على السعودية بذات القدر الذي يشكله بالنسبة لليمن، لكن ماذا إن كان كل ذلك يعني حالة افتراضية؟ ما الذي إن كان يعني ماذا إن كان كل ما يحدث على الأرض يصب في خانة استراتيجية السعودية بعيدة المدى؟ يمن منقسم ضعيف، جماعات موالية لها، ودائما مهما تحاربت فيما بينها، كيف ترى الأمر؟ أنا أعتقد أن أنا قلت في أول اللقاء أن عندما تحدث الضيف عن إصلاح الأوضاع وأنا تحدثت عن مفردة أخرى تثبيت الأوضاع، كل ما تم بموافقة السعودية وبتنسيق كامل، هناك اتفاق كامل على تقسيم اليمن إلى ثنائيات وإلى هيمنة السعودية على المنطقة الشرقية في إطار مشروع القرن وفي التحكم في النخب الحاكمة القادمة، كما كان يفعل الاستعمار عندما يقوم ببعض جماعات نخبوية للسيطرة على الحكومة، وبالتالي هذه الجماعات تكون موالية له. الآن إذا ما هناك نخب يتم التحكم بها في المناطق الجنوبية وتتحرك تحت الأجندة وبحماية واضحة، جيش يمن الوطني يقصف، كيف يمكن لضيفك أن يفسر عندما يقصف جيش يمن الوطني مرتين من قبل طيران التحالف، مرة عندما قصف الجيش الحرس الرئاسي عند إعادة تموضع الميليشيات والأحزمة في إطار التخطيط للانقلاب، لأنه تم توزيع الأحزمة والنخب في فترة سابقة حتى يتم التمهيد لهذا الانقلاب، ومرة أخرى يتم قصف جيشنا الوطني على مرة وهناك تصريحات رسمية. الحديث أن السعودية يهمها عودة الشرعية وأن هناك جماعة، كل هذه العمليات والفراغات الأمنية مدروسة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي التي أضعفت جيشنا الوطني وأضعفت مؤسستنا الوطنية الأمنية حتى توجد هذه الفراغات. وأنا أذكرك مرة أخرى
بتقرير الأمريكي الذي تحدث أن السلطة ما زالت عاجزة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بكراهية الإرهاب، بمعنى هذه ثغرة تم العمل عليها من قبل الإمارات والسعودية، والآن يتحدثون أن الشعب اليمني، طبعا الشعب اليمني يقرر مصيره، طبعا نحن اليمنيين من يقرر شمال ليس المجلس الانتقالي الإماراتي هو يمثل الشعب الجنوبي، ولا من حق أبناء المناطق الجنوبية أن يقرروا مصير الشعب اليمني. الشعب اليمني يجتمع بنخبه ويقرر، وقد اجتمع في الحوار الوطني ووضع خارطة وطنية لشكل الدولة وللتنمية وللعدالة الانتقالية، وضع مشروعا وطنيا في مخرجات الحوار الوطني، وبالإمكان لهذا الفريق النخبوي أن يعدل في هذه المخرجات ويستوعب، لكن بعيدا عن السلاح وبعيدا عن استهداف السيادة الوطنية وبعيدا عن إيجاد واقع جديد. يعني نحن الآن في المناطق الشمالية لدينا جماعة تستمد شرعيتها من تفويض إلهي، تعيدنا إلى عصر الكنيسة في أوروبا ويترفعون عن الشعب اليمني، ولدينا في المناطق الجنوبية جماعة أخرى لا تعترف حتى بيمنيتها وتريد أن تنتمي إلى دولة أجنبية. هل هذا هو الانتماء الوطني؟ هناك من يتبع الولي الفقيه. يعني فيما يتعلق بالوضع في الجنوب، هناك بكل تأكيد الفترة القادمة ستحدد ما الذي تغير في الاستراتيجية السعودية. على كل حال أشكرك جزيل الشكر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، وكذا أشكر عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة كان معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.